فضيلة الشيخ عطية صقر، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، فما المقصود بالبردين ولماذا يدخلان الإنسان الجنة؟ هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. والبردان هما الصبح والعصر لوقوعهما في أول النهار وآخره، والمقصود هو الحث على المحافظة عليهما، فهما الوقتان اللذان تتبادل فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، كما صح في حديث البخاري ومسلم، حيث يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وليس المراد من الحديث أن الذي يصليهما ولو مرة واحدة يدخل الجنة، بل المراد التأكيد على المحافظة عليهما، كما قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وكما قال في صفات المؤمنين المفلحين: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومن حافظ على هاتين الصلاتين سيحافظ على غيرهما، لأن الأولى تكون بعد النوم والنفس تتراخى عن القيام منه، فمن قام وأداها في وقتها الضيق خشية أن تفوته دل ذلك على عنايته بالصلاة وعدم تهاونه فيها. وكذلك الثانية تؤدى بعد جهد كبير طول النهار، قد يكون طلب الراحة من العمل داعيا إلى إهمالها، فمن حافظ عليها كانت محافظته على غيرها أيسر. وقد نص على أنها هي الصلاة الوسطى التي ركز الله على الاهتمام بها والمحافظة عليها. ومما جاء في التأكيد على هاتين الصلاتين حديث رواه مسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وحديث البخاري ومسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية: فكأنما وتر أهله وماله. والله أعلم.